يعني 4 نوفمبر ان شاء الله قبل 5 دونك غيكون من هنا ل4. وفي نفس الوقت كاين هناك يعني عمل اللي جا الاخرى غتقوم به بداو ان شاء الله على الاقل تبدا به هو نشوفوا داخل كل لجنة ما هي البرامج اللي كانت عند الجهة مبرمجة في إطار التخطيط التنموي للجهة والمخطط التنموي للجهة ما تم إنجازه أو على الأقل بداية إنجازه وما لم ينجز لنعرف يعني في كل ميدان من الميادين اللي داخله في التخصصات ديال اللجان المعنيه فين وصلنا. كاين يعني كاين واحد يعني تحليل قام به الرئيس ولكن هذا خصو لابد اللجان تقوم بنفس العمليه باش ان شاء الله من بعد 5 نوفمبر من بعد ما هذا غادي ندخلوا المعقول يعني العمل التنفيذ لإعداد برامج. الحمد لله عندنا واحد التصور ولكن يعني خاصة شي نتقاسموه مع كل أعضاء المجلس من خلال اللجان ونمروا العمل اللي احنا جينا من أجله اللي هو التنمية ديال الجهة بكل مكوناتها الحضارية والقروية.